الفيديو هذا غتكون عندنا الحلقه 12 من السلسله ديالنا مهنه لاعب مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي. اذا الخوت في هذا الفيديو هذا غيكونوا عندنا مباريات في الدوري الانجليزي والاهم ديال المباريات ديالنا غتكون مع توتنهام، وكذلك غيكون عندنا مباراه في المؤتمر الاوروبي مع اجاكس، مباراه ديال دور 16، ومن بعدها نلعبوا مباريات مع المنتخب الوطني المغربي استعدادا لكاس العالم 2026. فبلا ما نطول عليكم اكثر، اللي مازال ما مشترك يشترك معنا واعطينا لايك اذا كنتم حابين تقترح هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو من بعد الانترو. اذا اخوت على بركه الله نحاولوا نبداو كما كتشوفوا. اول حاجه نحاولوا نعدلوا على الشخصيه ديالنا الدراري كما درنا في الحلقات السابقه. فاول حاجه اللي غنبداو بها اللي هي اللون ديال الشعر، فلقيت في التعليق الدراري اللي خصني نبدل هذا اللون هذا، فغنخليوه الدراري هذه المره غادي يكون اللون الكري، ولا بغيتوا شي لون اخر خليو لي في التعليق وان شاء الله نديروه في الحلقه المقبله. ثاني حاجه الدراري غنتوجه مباشره بالنسبه للحركات اليوم، الاحتفاليه الدراري كانت عندنا هذه الاحتفاليه هذه في الحلقه السابقه كما كتشوفوا، غنحاولوا نغيروها في هذه الحلقه هذه، وغنختاروا الدراري هذه الاحتفاليه هذه كما كتشوفوا كندرا كريستيانو رونالدو الخوت من نيمار على الاتليتيكو مدريد. فدابا غنمشيو ديريكت الخوت نحاولوا نحفظوا المعلومات ديالنا ونتجهوا مباشره للحلقه ديالنا غنديروها كتقدم. اذا الدراري بالنسبه لنا للتقويم ديال المباريات ديالنا هذه الحلقه هذه كما كتشوفوا غتكون عندنا مباراه اقصائيه في كاس الامارات الا غلبنا غنتسالوا، وكذلك غيكون عندنا مباراه في الدوري الانجليزي كما كتشوفوا هنا، ومباراه مؤتمر الاوروبي اللي غتكون مع اجاكس الدراري مباراه ديال الذهاب والاياب في الدور 16، وعندنا كذلك مباراه اللي غتكون مع توتنهام كذلك في الدوري الانجليزي، وكذلك غيكون عندنا مباراه مع المنتخب الوطني المغربي. اذا الدراري كما كتشوفوا دابا غيكون عندنا مباراه هنا في كاس امارات الدور اللي غيكون دور 32، نحاولوا نديروا تخطي لهذه المباراه هذه ونتمنوا نتاهلوا من هذا الدور هذا. كما كتشوفوا الدراري تغلبنا هنا ب3-1 وماركينا الهدف ديالنا الدراري وتاهلنا مباشره للدور 16. اذا عطاونا الدراري 3 نقاط هنا بالنسبه لتطوير اللاعب نحاولوا نستغلوها هكا. غنمشيو مباشره الدراري غنحاولوا نزيدوهم هنا بالنسبه للمراوغات، غنديروا رشاقه الدراري هكا ونزيدوا مراوغات هنا جوج ديال النقاط ونحفظوا المعلومات ديالنا ونخرجوا مباشره. اذا كما كتشوفوا الخطه ديالنا بقات في 87 رغم زدنا 3 نقاط. دابا نحاولوا نتجهوا مباشره اللي غتكون عندنا مباراه الدراري في الدوري الانجليزي كما كتشوفوا غتكون هنا الجوله 27، مازال حنا الدراري في الصداره، هنا الدراري في الترتيب الدوري الانجليزي فعندنا 60 نقطه. نحاولوا نديروا التدريب الدراري، عندنا التدريب محفوظين، نديروا محاكاه سريعه هكا كما كتشوفوا بالنسبه للتدريب ديالنا. غنحاولوا الدراري نتخطاو هذه المباراه هذه بما ان الدراري غتكون سهله، فاي مباراه اللي غتبان لنا سهله نحاولوا نتخطاوها نديروا هكا. كما كتشوفوا الخط تغلبنا هنا ب2-1 لكن ما ماركيناش في هذا الماتش هذا ودينا 3 نقاط. اذا الخوت دابا غيكون عندنا مباراه ديال الذهاب مع اجاكس الدراري، غنحاولوا نتخطاو مباراه ديال الذهاب باش نلعبوا مباراه ديال الاياب الدراري، نلعبوا مباراه ديال الاياب ونتاهلوا للربع النهائي اللي مال مع اجاكس. غنحاولوا نديروا تخطي لهذه المباراه هذه ونشوفوا النتيجه. اذا كما كتشوفوا الخوت لعبنا في الارضيه ديال اجاكس وتغلبنا هنا ب3-0 كما كتشوفوا. اذا الدراري دابا وصلنا المباراه مع توتنهام الجوله اللي غتكون 28، مازال حنا في الصداره الدراري وفايتين الارسنال بجوج النقط وناقصين عليهم جوله الدراري اللي غنلعبوا الليالي هذه بيزي، فغنتجهوا مباشره المباراه. كما كتشوفوا لاعبين اساسيين ما علينا الا نديروا ركله البدايه. الجماهير تتدفق الى الملعب، الكل متحمس لهذه المواجهه والكل كان ينتظرها، ونامل بان تكون على مستوى التطلعات. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، نكون مع حضراتكم في بث مباشر بعد قليل من ملعب. اذا الخوت هنا كما كتشوفوا السبيرز توتنهام مع مانشستر يونايتد لاعبين على ارضيه الملعب ديالنا، كنا لعبنا الدراري المباراه ديال الذهاب، هذه المباراه هذه غتكون مباراة ديال الاياب، نحاولوا نقدموا شي اداء يكون مزيان الدراري باش يرد علينا المدرب ونبقاو في التشكيله الاساسيه. دابا غنحاولوا الدراري نديروا تقييم مباراة وندخل مباشره. اول استلام ديالنا الدراري هذه الكره هذه كما كتشوفوا، نحاولوا الخوت نماركو في هذا الماتش هذا باش نزيدوا الدراري في الهدف. كما كتشوفوا هنا الدراري فرنانديز كاين فرد في هذه الكره هذه كيسددوا الهدف الاول ليونايتد كما كتشوفوا هنا من البدايه. اذا 1-0 كما كتشوفوا مانشستر يونايتد على توتنهام، لان الكره ليونايتد مره اخرى كنهرب هذه الكره هذه، عندي المساحه الدراري نحاول ندورها كدائر يسددوا الهدف الثاني الدراري، وماركينا الهدف ديالنا في هذا الماتش هذا كما كتشوفوا الهدف الثاني الفريق ديالنا، وهنا الاحتفاليه ديالنا بهذا الهدف هذا على توتنهام الدراري، اصبحت نتيجه 2-0. اذا هذا هو الهدف الارواح ديالنا الدراري كما كتشوفوا هنا، كره دائريه الخوت مقوسه هنا في الشباك ديال توتنهام، 2-0 الفريق ديالنا مانشستر يونايتد. حاول الدراري نطلق باس هكا كما كتشوفوا هنا، انتوني كيهرب هذه الكره هذه، نحاولوا نطلبوا الكره لكن كتوصل فيرنانديز كيسدد والركنيه. اذا الركنيه الخوت كما كتشوفوا مانشستر يونايتد، نحاولوا نطلبوا الكره هنا في العمق لكن بعيده هذه الكره هذه، يلا مره اخرى كتوصل هذه الكره لانتوني كيرجع ليه باس، نحاول الدراري نسدد الدائريه من بعيد لكن الحارس كيتعملق على هذه الكره هذه وكتضيع كما كتشوفوا هنا. ماركوس راشفورد سدد من بعيد لكن الحارس الدراري كيتصدى مره اخرى الكره هذه وكتضيع.
يلا نحاول نطلب الكره الى سدد العارضه. الخوت كتحرمنا من هذا الهدف هذا مره اخرى وكترجع توتنهام كما كتشوفوا هنا ضاعت الدري. هذه الكره هذه كان غيكون الهدف الثالث والهدف الثاني ديال الدري في هذا الماتش. هذا مره اخرى لزات الكره لتوتنهام، نحاولوا الدري نضغطوا عليهم ما بقاو له يوصلوا الماتش غالبين بجوج لصفر. ثلاثه النقط اللي مضمونه الدري مع سبيرز توتنهام كما كتشوفوا هنا. اذا صلت المباراه الخوت على النتيجه هذه جوج لصفر اللي كان عندنا النصيب ديالنا الدري ماركينا هدف الخوت. اذا الخوت بالنسبه للتقييم ديال المباراه ديالنا دينا التقييم ديال 9.7 الدراري وماركينا الهدف. اذا كما كتشوف الخوت دينا رجل المباراه وانجزنا مهمه واحده فقط اللي طلب منا المدرب فغديروا ديريك تقدم. اذا كما كتشوف الخوت الدعوه ديال وليد الركراكي مره اخرى باش نمثلوا المنتخب الوطني المغربي في الاستعدادات الدراري ديال كاس العالم 2026. اذا الخوت كما كتشوفوا بالنسبه للمفاوضات ديالنا مع البارسا وكذلك مع ريال مدريد، هنا الخوت عطاونا الدراري هنا مفاوضات جاريه بما اننا الدراري غنتقلوا ان شاء الله شهر 5 من غنساليو الموسم مع مانشستر يونايتد، نحاولوا نديو معاهم الدوري الانجليزي ولما لا المؤتمر الاوروبي كذلك. كما كتشوف الخوت دابا عندنا مباراه ديال العوده اللي غتكون مع اجاكس، مباراه ديال الذهاب اللي تغلبنا ب 3-0 في الارضيه ديال الملعب ديالهم، دابا غنلعبوا بالارضيه ديال الملعب ديال مانشستر يونايتد. كما كتشوفوا لاعبين اساسيين فما علينا الا نديروا ركله البدايه. امر طبيعي الان ان نجد الاضواء مسلطه عليه يلعب ضد فريق السابق واكيد عنده. اذا الخوت على بركه الله كما كتشوفوا مانشستر يونايتد اجاكس مباراه ديال الاياب الدري في الدور 16 كما كتشوفوا هنا مباراه ديال الذهاب اللي انتهت 3-0 لصالح مان يونايتد. لاعبين دابا على الارضيه ديال الملعب ديالنا الدراري نحاولوا نتاهلوا مع هذه المباراه هذه ونقدموا شي اداء يكون مزيان غنديروا ديريكت تقييم مباراه هكا. يلا هذه الكره هذه كتوصل لي على بعد الدري تسديده لكن الحارس الخوت كيتعلق لها الكره هذه وكتضيح. يلا راشفورد كيهرب هذه الكره غادي نحاولوا الدري نساعدوا راشفورد هنا في الهجوم نطلبوا كره مره اخرى نحاول نمر والخطا كيتحتسب الدراري كما كتشوفوا هنا ورقه صفراء لاعب ديال اجاكس كما كتشوفوا على التدخل هذا. اذا هنا راشفورد هو اللي غينفذ هذه الكره هذه مباشره تنسقط هذه الكره هذه لكن كتضيع وكتوصل عند الحارس. يلا انطوني كيهرب هذه الكره هذه كيرجع لي باس لكن الحارس مره اخرى كيتصدر هذه الكره هذه وكتضيع. حاولوا نطلبوا كرة الدراري هنا وتيروا دائرية العريضة الخوت مرة أخرى كتحرمنا من الهدف الدراري ديال البداية كما كتشوفوا هنا وكتضيح. يلا نحاول نطلبوا كرة من أنطوني مرة أخرى يلا دائرية سدد الحارس الخوت مرة أخرى هنا كتضيع علينا الدراري هذه الكرة. إذا الدراري وصلنا للدقيقة الأخيرة النتيجة مازال 0-0 الحارس اللي قدم أداء ولا أروع في هذا الماتش هذا. انتهت الدراري النتيجة كما كتشوفوا هنا 0-0 وتأهلنا رسميا للدور الربع النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي. دابا الدراري غيكون عندنا مباراة هنا مع ليدز يونايتد كما كتشوف هنا دور الربع النهائي الدراري من كأس إمارات فغادي نحاولوا نتخطوا هذه المباراة هذه ونتمناو نتأهلوا. للأسف الدراري كنتقصاو هنا مع هذا الكأس ديال الإمارات خسرنا بنتيجة ديال 2-1 مع ليدرز يونايتد. إذا دابا الخوت غنمشيو ديريكت للمنتخب الوطني المغربي وأول مباراة اللي غتكون مع المنتخب نيوزيلندي نحاولوا نديروا الدراري هنا بالنسبة للتدريج ديالنا عندنا محفوظين نديروا تقدم هكا باش نلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي في التشكيلة الأساسية. كما كتشوف الدراري لاعبين اساسيين مع المنتخب الوطني المغربي في اول مباراه مع منتخب نيوزيلندي ما علينا الا نديروا ركله البدايه. اذا الخوت على بركه الله منتخب نيوزيلندا والمنتخب الوطني المغربي الاستعدادات ديالنا الدراري للتصفيه ديال كاس العالم اللي غتكون 2026 مع المنتخب الوطني المغربي نحاولوا نضمنوا البلاصه ديالنا الدراري مع المنتخب الوطني المغربي باش نلعبوا معاهم كاس العالم فغادي نديروا الدراري ديريكت هنا تقييم مباراه وندخل مباشره. هناك الكثير من هجمه مغربيه اناحي نحاولوا نطلبوا كره الدراري هنا كتوصلنا هذه الكره هذه الى سدد من بعيد لكن الحارس الخوت كيتصدى لهذه الكره هذه وكتضيع علينا. اذا هنا كره مغربيه مره اخرى كتوصل لهذه الكره هذه نحاول نطلق باس لاناحي عز الدين اناحي كيرجع لهذه الكره هذه كنمر يلا سدد لكن بعيده بعيده هذه الكره هذه وكتضيع علينا كما كتشوفوا. كره مغربيه مره اخرى نحاولوا نطلقوا باس هنا هذه كره لزات مغربيه نطلبوا كره يلا نحاولوا نسدوا من بعيد لكن كتضيع علينا مره اخرى الخوت هذه الكره هذه. مازالت الدراري النتيجه 0-0 كما كتشوف هنا عز الدين اوناحي كيتصرف كيمشي بهذه الكره هذه كيرجع لي باس مورا ولا اروع الى سدد والهدف الاول اخيرا الدراري ماركينا الهدف ديالنا كما كتشوفوا مع المنتخب الوطني المغربي على المنتخب نيوزيلندي. وهنا الاحتفاليه ديالنا الدراري اللي درناها في البدايه كما كتشوفوا هنا مع المنتخب الوطني المغربي. يلا هنا الانفراد كما كتشوفوا نحاولوا الدراري نمروا هكا مورا وغسدد لكن الحارس الدراري كيتعملق لهذه الكره هذه وكتضيح. وصلنا للدقيقة الأخيرة الدراري مازالت النتيجة 1-0 للمنتخب الوطني المغربي وهنا مرتدة المنتخب نيوزيلندي الدفاع خاوي هنا وتسديدة للأسف الدراري كيجيبوا علينا الهدف التعادل في الدقائق الأخيرة هنا الدراري منتخب نيوزيلندي صبحت النتيجة 1-1. إذا الدراري كما كتشوفوا هنا كيسالي الماتش الخط على هذه النتيجة هذه 1-1
بالنسبه للتقييم ديال المباراه ديالنا فدينا التقييم ديال 9.9 الدراري وماركينا الهدف. درنا الخط نجزنا جميع المهام اللي طلب منا وليد الركراكي ودينا كذلك رجل المقابله. اما الان الخط عندنا مباراه ثانيه مع المنتخب الوطني المغربي وهذه المره هذه غتكون مع المنتخب الاوكراني. فما علينا الا ندخلوا مباشره الدراري هاكاون مباشره المباراه ديالنا. كما كتشوفوا لاعبين اساسيين فما علينا الا نديروا ركله البدايه. اذا الخوت كما كتشوفوا هنا المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الاوكراني دري المباراه الثانيه وديه مع المنتخب المغربي لاستعداد ديال كاس العالم. كما كتشوفوا هنا لاعبين اساسيين الدرين حاولوا نقدموا شي اداء يكون مزيان باش نبقاو في التشكيله المنتخب الوطني المغربي. غنديروا دير التقييم مباراه هكا. اذا هنا الكره مغربيه نحاول نجيبوا الهدف الاول اللي مالا. اذا لازالت الدري هنا كما كتشوفوا لوزا كيرجع ليها الكره دي يلا طلعت ماركيه لوزا. هنا باس الدراري الى سدد والهدف الاول المنتخب الوطني المغربي. تحسب لي الاسيست الدري في هذه الكره هذه ولوزا هو اللي كيماركي الهدف الاول كما كتشوفوا هنا. يلا الرحيمي مره اخرى اوناحي كيرجع لي هذه الكره هذه نحاولوا نسدوا من بعيد لكن الحارس الخط كيشد هذه الكره هذه وكضيع. الدري النتيجه 1-0 كما كتشوفوا هنا. الان الخط في الشوط الثاني هنا اوناحي كيرجع لي كره مره اخرى مراوغه ولا اروع انا لي في هذا الدراري نحاول نسدد الحارس مره اخرى كيتصدى لهذه الكره هذه وكضيع. يلا ما يمرش ما يمرش ما يجيبوش عين هدف التعادل. هنا الحارس الدراري بكل جدارة الخوت كيتصدى لهذا. يلا حكيم زياش كيرجع لها الكره هذه وصلنا الدقيقه الاخيره الخوت مازال متقدمين بواحد الصفر. لما لا نجيبوا الهدف الثاني في هذه الطلعه هذه هنا لوز الدراري اللي زال كيحسب هذه الكره هذه كيتلقى باس وكيصلي الماتش الدراري على اثر النتيجه هذه 1-0 تغلبنا على المنتخب الاوكراني بواحد الصفر. اذا الخوت بالنسبه للتقييم ديالنا من هذه المباراه هذه دينا التقييم ديال 9.3 وطلقنا اسيس. اذا كما كتشوف الدراري جزنا جميع المهام اللي طلب لنا وليد الركراكي ودينا كذلك رجل المقابله. اذا الخوت كما كتشوفوا انت لاعب الشهر دينا لاعب الشهر الدراري هنا نديروا كل شيء متعلق بالفريق هكا ونديو 60 نقطه ديال القلب النابض كما كتشوفوا هنا. اذا دينا الدراري لاعب الشهر مره اخرى. كما كتشوف الدراري غيكونوا عندنا خوت هنا في شهر 4 مباريات اللي غيكونوا في الدوري الانجليزي وكذلك المؤتمر الاوروبي الدور الربع النهائي واهم مباريات اللي غيكون مع الوصيف ديال الدوري الانجليزي هنا الارسنال كما كتشوفوا. اذا الخوت بالنسبه للهدافين ديال الدوري الانجليزي فانا باقي الدراري الهداف ديال الدوري الانجليزي عندي 21 هدف الدراري فرق ديال 5 الكوال على صاحب المركز الثاني. فتال هنا كنشكركم على المشاهده ديالكم. الى لقيت تفاعلوا على هذه الحلقه هذه نحاول نحط لكم الحلقه 13 في اقرب وقت ممكن. فشكرا لكم على المشاهده. الله.